ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من المنامة سعادة العضو عضو مجلس النواب خالد الشاعر. سيد الشاعر، بداية أرحب بك، وكما تطرقنا نحن الآن وكما يعلم الجميع، مجلس النواب طالب بتشكيل لجنة مركزية للمطالبة بالتعويضات لكافة المتضررين من التورط القطري في دعم الإرهاب في البحرين، وهناك شبه إجماع على ذلك من مجلس النواب، وأنت شخصيا طلبت بوجود هذا الملف، وأيضا طلبت أن تكون هناك شراكة مجتمعية في هذا المجال. هل لك أن تطلعنا على آخر التطورات بخصوص هذه اللجنة؟ أهلا وسهلا فيكم، سلم عليكم وعلى المشاهدين. بداية طبعا الملف القطري، نحن من بداية الأزمة من شهر 6 كانت هذه يعني المطالب البحرينية بالتعويضات، ولكن في الآونة الأخيرة صار تحرك نيابي على مستوى المجلس لإنشاء لجنة مركزية لمتابعة يعني المتضررين من هذه الأزمة، سواء كانت ضرر شخصي أو ضرر على مستوى الدولة. الكل يعلم بدعم قطر والحكومة القطرية والقيادة القطرية إلى الإرهاب في البحرين، وإلى يعني الحث على قلب نظام الحكم من 2011 إلى اليوم عبر يعني أجهزتهم الإعلامية، وعبر دعم الجماعات الراديكالية في البحرين والإرهابية أيضا. يعني فطالبنا بإنشاء لجنة مركزية، نعم، سواء كانت داخل مجلس النواب أو خارج مجلس النواب، لي يعني عمل إحصائيات كاملة لجميع خسائر البحرين الاقتصادية وخسائر البحرين الاجتماعية، وأيضا الخسائر يعني على مستوى الشهداء. إذن الخسائر التي تتحدث عنها سيد الشاعر هي على المستوى الرسمي لحكومة مملكة البحرين، وأيضا على مستوى الأفراد الشعب يعني بشكل عام. طبعا الإرهاب إذا يضرب مملكة البحرين. إحنا اليوم في البحرين يعني ردود الأفعال الحكومية والرسمية للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية على مدى 20 سنة الماضية بدعم قطري وبتوجيه من إيران، هذه يعني البحرين عانت بكثير من الخسائر لكي تحافظ على الأمن المجتمعي. فأنت عندك على المستوى الاقتصادي لابد عمل إحصائيات كاملة، على المستوى الاجتماعي إحصائيات كاملة، وعلى المستوى الفردي ايضا، وعلى المستوى المتضررين على المستوى يعني الشخصي. نعم. ايضا. طيب سيد خالد، متى من المتوقع ان يتم الانتهاء من اجراءات هذه اللجنه، خصوصا وانها الان اصبحت مطلب شعبي من الناس؟ احنا اليوم يعني قاعدين نتكلم، احنا طبعا خلينا نقول احنا تعدينا المرحله الابتدائيه اللي هي الاعلان عن هذا الموضوع. نعم. واليوم اكثر من 35 نائب يعني مع هذا الخط، وبعض النواب يمكن خارج البحرين لم يتسنى الاتصال بهم. ولكن في المرحله اليوم احنا خلينا نقول نحن يعني خلينا نقول في المطبخ في مطبخ هذه اللجنه المركزيه. يعني لابد ان احنا نتوصل الى صيغه مبدئيه لعمل هذه اللجنة وعمل هذه الإحصائيات. أنا في تصريح سابق يمكن حوالي قبل تقريبا شهر وشوي صرحت في تصريح سابق أن التكلفة البحرين صار عندها تكلفة ما يقارب 15 مليار دينار بحريني تقريبا، ولكن اليوم احنا لابد ان احنا نفند هذه ال 15 مليار دولار ونفندها على مستويات نفس ما قلت لك، مستوى اقتصادي والتضرر الاقتصادي من جميع نواحي هذا التضرر. نعم. اذا الان انتهيتم من المرحله الابتدائيه، ونحن ايضا بانتظار تطورات ما يحدث في هذا الملف. كنت معنا من المنامه سعاده العضو خالد الشاعر عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.